وسطها. من وجهة نظر مصر ان المملكه اتخذ برضو تاني النضاره بقى المصريه، شايفه ايه اللي بتعمله المملكه؟ رقم واحد، احنا شايفين او مصر شايفه ان هناك حاله من الايذاء لمشاعر الشعب في بعض القرارات، منها مثلا موضوع وقف امدادات البترول ده. اي مكان الاداره المصريه بتقول لك يعني انت وعدتني وما التزمتش، انا عندي ظروف ما اناش قادر عليها، وبالتالي انت لما جيت قلت لي انا هدي لك امدادات بترول مش عارف لكام سنه وبمقدار كذا، انت حطتني يعني السفينه دخلت اللي فيها الامدادات دخلت خليج السويس او يعني اسف من السويس وبعدين رجعت تاني. طب يعني ده رساله مش كويسه للشعب المصري، وبتسمح للي عايز يعني يعمق الخلافات انها تتعمق. طب ليه؟ يعني ما نخلي ده موضوع وده موضوع تاني، ده مسار وده مسار تاني. بيرد الجانب المصري انه اولا بيرد الجانب السعودي، خد بالك احنا في مصر عندنا اعتقاد ان ده كان بسبب تصويت مصر في مجلس الامن مع القرار الروسي. لا، هو الجانب السعودي يقول لك اولا ده ملوش علاقه، احنا ده كان قبل التصويت بيومين. لكن كان من وجهه نظر المملكه ان مصر لم توفي بالتزاماتها، بالذات الجزء الخاص بان احنا نبعت قوات لليمن ونتفق معها على موقف مع روسيا، اسف مع سوريا، موقفها في سوريا مش مع الموقف الروسي. ففي هنا مساحه من سوء التفاهم، انا بسميها حاله من الخلل الدبلوماسي، دبلوماتيك فيلير، في تصل ببعض يا اخوانا. وانا قلت الكلام ده من ساعتها، هو ايه؟ هو المندوب بتاعنا في مجلس الامن ما كانش عارف يكلم المندوب بتاع السعوديه في مجلس الامن، يقول له بعد اذنك احنا هنعمل، مش بعد اذنك اسف، مش بعد اذنك، لكن يقول له احنا هنعمل كذا. انا مش بقول تغير موقفك في اي حاجه، مصر دوله ذات سياده تقول تعمل اللي هي تراه صح، لكن لابد ان يكون الحد الادنى هو التنسيق مع الاطراف المختلفه. احنا يا وزير خارجيه المملكه، يا مندوب المملكه، احنا هنعمل كذا كذا كذا. لكن الراجل ما يفاجئش ويطلع على الهواء يقول لنا معقوله انه ماليزيا والسنغال ومش عارف وفنزويلا تكون اقرب الى الموقف العربي من مصر؟ ايه يا عم الكلام اللي بيتقال قدام الميكروفونات ده؟ هو انتوا مش بتتكلموا بعض؟ يعني انا بقول لو وزاريه الخارجيه في الدولتين دول في الظرف ده مش عارفين يكلموا بعض، يبقى يا واحد فيهم يمشي يا الاثنين يمشوا. انا معلش زي ما بقول يعني ما سامحوني في الجرأه في الكلام ده، لكن دي قرارات سياديه طبعا، بس انتوا مش عارفين تنسقوا مع بعض. هو انتوا طلبه في ثانوي مش مقموصين من بعض مش بتتكلموا بعض؟ ده دبلوماتيك فيلير. انا معلش يعني الموضوع كده من الاخر، الموضوع ما يستحملش هزار ولا بتاع. لا، انتوا هتتصلوا ببعض، تتصلوا ببعض بشكل يومي، كل يومين، كل ثلاث، لازم تكون في اليه منضبطه، في كده هات لاين، خط ساخن ما بين الدولتين. الموضوع ما يستحملش ولا المنطقه فيها مساحه لا اصل فهمني غلط، اصل انا قلت مش عارف ايه، اصل ما فيش اصل انتوا تتفقوا مع بعض، دي شغلتكم، انتوا بتعملوا ايه في حياتكم غير ان انتوا تتفقوا مع بعض لمصلحه الشعبين؟ تمام، مش هطول اكتر من كده. طيب، في واحد بقى كمان اسمه أحمد الخطيب، ده كان بيشتغل في الديوان الملكي السعودي، كان مستشار للملك وبعدين أقاله الملك، ده الرد السعودي علينا. الراجل ده في مايو 2016، الراجل ده راح عمل زيارة، أنا معرفوش ولا عمري شفته ولا حتى عارف شكله، يعني حتى ما شفتوش في صورة. ده راح شاف سد النهضة والتقطته الكاميرات انه ده قاعد بيتابع شد النار. احنا بالنسبه لنا هذا اذى، مره تانية النضاره المصريه ده اذى الشعور الوطني المصري، كما لو انها رساله من المملكه ان احنا والله بنرحب بهذا الموضوع. انا بيني وما بينكم سالت كده يعني ما. المملكه لا بعتت، هو الراجل ده راح بصفته رجل اعمال، ده رد المملكه يعني. الراجل راح بصفته رجل اعمال، لكن لا حد قال له روح ولا يعني المملكه. طبعا انا ما اعرفش الكلام ده ايه مدى بقى دقته، لكن في النهايه النضاره السعوديه بتقول لك مين اللي قال ان انا اقف جنب دوله اسمها اكس ضد مصر؟ لا طبعا، مستحيل. واي حاجه تحصل في هذا الاتجاه لابد انها في النهايه تحافظ على اصل الموضوع بالنسبه لمصر، اصل الميه بالنسبه لمصر هي زي الميه بالنسبه للانسان. يعني حضرتك لو انا منعت عنك الميه، طب خلاص، ما ده مش يعني مش تهديد لمصلحه، ده تهديد لوجودك. ومصر ساعتها مش يعني هتستنفر وهتعمل كل ما هو منطقي. يعني مره بيسالوا الرئيس مبارك هو احنا ممكن نبعت قوات كذا كذا كذا، قالوا لهم القوات بتاعتي دي عشان لو حد اعتدى على ارضي او حاجه حصلت الميه. وانا لما الرئيس مبارك مش كل حاجه عملها صح ولا كل حاجه عملها غلط، بس في بعض مواقف السياسه الخارجيه هو كان بيتبنى موقف الدوله المصريه. لا هعمل، لا هبعت قوات في حته ووجهه نظره، القوات دي تكون تحت مظله الامم المتحده وتكون تكلفتها لحد بعيد متغطيه، ولكن ما دون ذلك هدافع عن ارضي او هدافع عن الميه بتاعتي. انما غير كده، وهذا من ثوابت السياسه الخارجيه المصريه. لو موضوع لو وصل لمرحله ان احنا مش عارفين نشرب، لا عليا وعلى اعدائي بقى، ما اعرفش هيحصل ايه يعني. لكن ان شاء الله الوضع واضح
واعتقد انه اشقائنا في المملكه ما عندهمش اصلا اي نيه من اي نوع ان هم يعملوا اي شيء غير منطقي. اخواننا في المملكه كمان بقى عندهم رد منطقي، يقول لك اخواننا احنا معاكم قلبا وقالبا، انتوا نسيتوا ان المملكه طبعا تاريخيا في مواقف كثيره متبادله بين الطرفين، احنا بنساعد وهم بيساعدوا، الثلاث يعني الملوك اللي هم ساعدت كانوا ثلاث امراء راحوا تطوعوا في حرب 56 الى اخره، وبيجي يقول لك في الاخر طب احنا بعد 30 يونيو ما احنا ساعدنا على قد ما قدرنا كمملكه. وللامانه يعني هذا الكلام اللي سمعته من مسؤولين كبار في دول سواء اوروبيه او امريكيه، موقف المملكه كان حاسما. اتصالات من الملك عبد الله شخصيا وزير الخارجيه سعود الفيصل رحمه الله عليهما بقيادات اكبر قيادات في العالم اللي حصل في مصر، ده اراده الشعب المصري والى اخره، وحضراتكم فاكرين بقى بقيه القصه، ومساعدات ماليه في بلد كنا ساعتها فعلا في وضع صعب. فاخواننا في المملكه بيقولوا لنا، بيقول لك ده دليل على ان احنا حريصين عليكم، حرصتكم على انفسكم، على انفسكم. وده صحيح، انا يعني ما فيش في اي مبالغه، لانه هي المساله مساله وجود. الراجل سعود الفيصل الله يرحمه كان مريضا وراح غاب عواصم اوروبيه وراح فرنسا وقعد مش عارف كام يوم من هناك. طب انت تعبان صحتك؟ مش قال لهم لا انا ده مصر يعني موضوع ما فيش فيه مساحه للهزار. ايه التوصيات اللي احنا ممكن نخرج بيها من الموضوع ده؟ صديقي الاستاذ سليمان جوده من المصري اليوم قال كلام مهم قوي وعجبني وانا هنقله لحضراتكم منسوبا اليه. واحد قال لك لابد من التحرر من حاله اللا حوار اللي احنا عايشينها. كلام منطقي مليون في الميه. هو في حوار بيحصل من تحت لتحت، في توصلك فجاه كده واحد جه مش عارف مين، واحد من عندنا راح فين وكلام زي كده. بس انا يعني انا هقول لحضراتكم في الاخر يعني خلوا الموضوع ينتقل من الموظفين الى القيادات من الاخر يعني.